متجهة جنوبا نحو مدينة أكادير، حيث الاحتفال بالفن التشكيلي بصيغة المؤنث. ثلة من الفنانات التشكيليات من داخل المغرب وخارجه أتتوا بأعمالهم التشكيلية فضاءات المتحف الأمازيغي لمدينة أكادير. أكادير تحتضن هذا المهرجان الدولي للفن، لأن هذا مسؤولية كبيرة كفنانة مغربية باش تجيب بزاف ديال النساء من العالم ويجيو البلاد ما كيعرفوش ويكتشفوا البلاد من جديد ويعرفوا الناس ويعرفوا الحضارة ديال الناس ويعرفوا بأن هنا فنانات مغربيات موجودات وقادرات باش يوصلوا رسالة وباش ينميوا وباش كذلك يعاونوا الأطفال والنساء اللي في صعوبة، وكذلك النساء اللي ما عمرهم ما داروش الفن كيجيو معنا حتى هما كيشاركوا معنا كيساهموا، كنوريهم بأن المرأة قادرة باش تختارع، قادرة باش ترسم، قادرة باش تخرج هذاك الشيء اللي داخل في قلبها. Women's Art World هي الجهة المنظمة لهذا العرس التشكيلي، فالحدث كان مناسبة متميزة لمد جسور التواصل بين فنانات الهنا والهناك، وفرصة لتقاسم وتبادل الآراء والتجارب بين نساء تشكيليات مبدعات يجمعهن حب الريشة واللون والصباغة. إنه لشرف كبير لي مشاركتي في الومنز آرت وورلد هذه السنة، لم أسمع به قبلا لأنه قد نما بسرعة فائقة بسبب جهد السيدة الفنانة التشكيلية المخضرمة حياة سعيدي التي هي رئيسة هذه المنظمة العالمية، بنظري أصبحت عالمية بسبب وجودها في كل البلدان في كل القارات، وأنا كفنانة تشكيلية عندي خبرة المشاركة في عدة بلدان على مدى 18 سنة، لم أجد حتى الآن طريقة مشاركة أفضل من هذه التي هي أقرب للقلب وأقرب للإنسانية في المعاملة وفي طريقة التعاطي مع الآخر. Je suis une artiste plasticienne qui vient de la Suède, Stockholm. Et actuellement, je travaille sur la culture marocaine. Dans les œuvres, on voit les femmes, les vêtements, l'architecture, les jardins, les symboles. Surtout ici, les symboles amassis. Ça m'intéresse beaucoup. Parce que je viens d'un petit pays du nord de l'Europe. Et avec le climat un peu froid, la neige, les couleurs un peu gris comme ça. Ici, je trouve tous l'inspiration, la richesse des couleurs, de la culture, la nature. Je suis Martina Kolle, je suis venue d'Allemagne, je suis ambassadeur d'Allemagne de l'œuvre de Bau.
Je suis été invitée par Ayat Saidi qui organise cet événement pour célébrer la journée des femmes. Et nous travaillons ensemble, nous ne nous connaissions pas avant. Ça fait beaucoup de plaisir de travailler ensemble, de faire de la connaissance avec les autres femmes, pour les autres façons de travailler. Et ça me fait beaucoup, beaucoup de plaisir. Je suis Marie Lourdes da Silva et je représente le Portugal. Donc je suis l'ambassadrice du Portugal. Et pour moi, partager l'art avec le monde, les artistes du monde, pour moi c'est merveilleux, c'est une expérience à faire parce que c'est au-delà des mots. فعاليات هذا الملتقى عرف عدة أنشطة أبرزها إنجاز لوحة فنية مشتركة بين الفنانات التشكيليات المشاركات في هذا الحدث التشكيلي النسائي. في هذا المهرجان كنتلاقاو كنديروا واحد العمل جماعي. هذا العمل الجماعي كان عيط للمشاركات. عندنا هذا العام 14 دولة و38 فنانة. هاد السيدات كل واحدة عندها أفكار، كل واحدة عندها شكل في العمل ديالها. كناخذ واحد اللوحة كبيرة وكنحاولوا باش كل واحدة تعطي لاطوش ديالها، تحمل شي حاجة. والموضوع هو السلم في العالم، لأن احنا الهدف نتاعنا هو أن النساء العالم يجتمعوا على هدف واحد، هو يكون السلم في العالم ويكون التفاهم وتقارب بين الشعوب. يبقى تنظيم مثل هذه التظاهرات الفنية خطوة هامة في درب التقريب بين الثقافات والإبداعات الإنسانية.